انت المايك الرابع. بما ان احنا من ربع اللي نحب الاشياء اللي تعدل النفسيه، تعدل المنتل هيلث، تخليك ان جود بليس، ودائما نشجع الناس انه مو بس يهتمون بالرياضه، ترى عشان انت تكون في مزاج زين، تأدي أفضل في حياتك، تكون إنسان أفضل في حياتك، فلازم مو بس تهتم بالرياضة وجسمك، تهتم بعد بصحتك النفسية والعقلية. قبل شوي كنا قاعد نتناقش أنا وروان عن موضوع اليوغا، وعبد الرحمن كان يشاركنا أن كل واحد وتجربته مع اليوغا. هو عالم وايد كبير، والناس اللي تسوي يوغا أتوقع تتفق معنا إيش كثر الشعور وايد حلو. على أساس أننا لا ندخل إحنا بمعلومات يعني نتألق فيها، قلنا نيب الفصال نيب الحكم، فقلنا ماكو إلا شهد المؤمن اللي هي مدربة يوغا، ويانا اليوم في نغم الصباح وتكلمنا عن اليوغا وجمال اليوغا. Good morning شهد. Good morning. أهلا. هاي يعني شهد وايد شكلها صد يوغا، إلى حد يعني تحسها واحدة شي هادية هوسة كذي، وإحنا من الصبح كذي، فأتمنى أنا ما أزعجناك. لا لا بالعكس، متعودة على شي. بالعكس عادي. عادة لما تسوين اليوغا ويولك نات اوريدي هايبر وايد زين، عيوني هايبر ولا نات هايبر؟ لا هايبر هايبر. فايتش يقول لك انا حياتي وايد سريعه وكل شيء عندي بسرعه وما عندي وقت وبالي كله مشغول، احتاج اليوغا بس عشان تهديني شويه. فيمرون عليك كذي بما انك ذكرتي في هايبر ونون هايبر؟ وايد اغلبهم كذي. اوكي الاغلب كذي، والحلو لما تشوفين الفرق شون أول ما تدش الكلاس وشون عقب ما تطلع من الكلاس واحدة ثانية. واو. وهم يعلقون يعني يقولون إن أحسني وايد ريلاكس، أحسني هديت جاية في مود وطلعت بمود، فيعني تشوفين تشوفينهم وايد. أتفق وايد. شاهد في شغلة يعني أنا ما راح أقول في هبة مو حلوة، في هبة حلوة. أنا بقول إن قبل 10 سنين لورا ما كنت أسمع كلمة يوغا بشكل وايد كبير، موجودة بالعالم الناس تمارسها وفي ناس يعني مهتمين فيها، ولكن إحنا بالكويت ما كانت وايد ماخذة صدى كبير. صح. اليوم ما شاء الله أنا قاعد أشوف إن لا، كلمة اليوغا صارت موجودة والناس يعني جزء من حياتها قاعد تحط. أبي أعرف أنت ليش رحتي حق اليوغا، يعني أنت ليش اتجهتي حق اليوغا؟ وايد اضحك القصة. شفت تريب حق نيبال. اوكي. يوغا اند هايكينج تريب. توه كنا قاعد نسولف. اي واز انتو هايكينج، ما كنت انتو يوغا ات اول. رحت وقلت اوكي شكلها ريلاكس التريب، لان انت بتقعد في الجبل في نيبال بتسوي مديتيشن، بتسوي يوغا، عصافير والجو حلو، وبعدين بتسوي الهايك، فخوش اكسبيرينس. ما كنت ادري شنو، كان على بالي ان نقعد ونتنفس ونغمض وخلاص هذه هي. انصدمت لما رحت هناك، اكتشفت ان لا، الموفمنت ما ادري ايش قاعد يسوون، ومو فاهمه الموفمنت ولا ادري شنو الكلمات، حتى يعني البوزز لهم كلمات لهم مسميات، ما كنت فاهمه ولا شيء، ضايعه بالطوشه على قولتهم. حرف الشعور. فكان وايد غريب الاكسبيرينس، كانت وايد غريبه، والصراحه في البدايه ما حبيتها، يعني سربرايزنج لاني انا قاعد اقول كذي، بس انا في البدايه ما حبيتها. متى حبيتها؟ لما رديت الكويت وصرت كونسيستنت، من قلت إن خلاص أنا أبي ألتزم فيها، I wanna build strength for myself، وأبي أزيد الفلكسبيليتي. الفلكسبيليتي كانت هي الجول بالنسبة لي. وشفت الفرق بشهر، شفت جسمي شون تغير، شون صرت أقوى، شون الحركات اللي ما كنت أقدر أسويها شون قمت أقدر أسويها، يعني بس خلاص يعني حبيتها وايد. اقتنعتي؟ اقتنعت. إيه طبعا أنا مقتنعة. أنا شوف كل شيء قالته الحين شهد والله كنا أنا، لان انا فعلا، وهذا يمكن معلومه مغلوطه عند وايد ناس، حسبه لهم كل انسان مثلا يكون يعني ضعيف ومو اوفر ويت انه هذا الفلكسبيليتي عنده عاليه وهذا يقدر اصلا يسوي كل حركه، بس ترى بعدين تكتشفون انه لا، واحتاج مثل مو شرط بس اسوي رياضه، ممكن اليوغا تساعدني ان انا تو ستريتش، وان مثلا اقوي العضلات الموجوده بجسمي. الحين شاهد انت قلتي ان لما رحتي استوعبتي ان في اكثر من كلمه قاعده تنقال، في ممكن مفردات معينه حق اليوغا، وهم اكتشفنا ان في انواع. صح. فهل كل نوع حق شيء ولا شلون؟ وشنو هم الانواع؟ هم اول شيء في ديفرنت سكولز، هو في التشاينيز سكول وفي الانديان سكول، وطبعا يندرج تحتهم التشاينيز هو الين يوغا واحد ثابت ماكو غيره، الانديان لا اي تحته اكثر من نوع، وكل واحد الهدف منه ان انت تقوين شيء، او ان مثلا خلينا نقول تقوين او تزيدين فلكسبيليتي او تزيدين البالانس وكذي. السرعه فيه هي اللي مختلفه، السبيد مالت الكلاس هي اللي تختلف، وطريقه ترتيب الكلاس هي اللي تختلف. حلو. يعني مثلا في انواع لازم يبلشون بحركه ويخلصون بحركه، لازم. في انواع لا، كل انستركتور تسوي اللي هي تبي،
أو اللي هو يبي حسب الستيودنت عادي. وفي أنواع لا تمسكين كل بوز حق نفس واحد وتغيرين, وفي أنواع لا لازم you hold the poses for a minute, two minutes, can goes up till 6-10 minutes بعد يعني. فعلى أساسها صار في different type of yoga because of that. يعني. وانت تسولفين قاعد أتذكر عبد الله بالقاسم وهو يسوي لنا warrior one, warrior two, البوز تقعدين دقيقة وإيدك لي فوق عرفتي, وأبي بس أخلص بس أبي أنتهي من هالبوز هذا. هل في مراحل اليوم مثلا ما شاء الله ساعة يمكن قبل شوي كنت قاعد أقول لك إنه أحيانا ندخل كلاس اليوغا نشوف ما شاء الله في ناس عندها القدرة وفي ناس بالحركة يمكن أنا أحس جسمي أحسن منهم بس مو قادر أسوي الحركة هذه, هل في مراحل أمر فيها على أساس أقدر أوصل للنتيجة المثالية نقدر نقول؟ ما في مراحل, هو هذا الحلو فيها إن هي مو وايد complicated. الرياضة ما تتطلب equipment, ما تتطلب إنك لازم يكون عندك لياقة معينة, إن يكون عندك flexibility معين. أي أحد يقدر يسويها بأي عمر بأي وضع بأي مكان حتى. بس الشيء الوحيد اللي يمكن I recommend and أكثر الانستركترز they recommend إنك أنت تبلش بشيء يكون gentle على الجسم على ما البادي ياخذ يتعود بعدين you go to the advanced حال أي practice ثاني يعني. والله يا زتي هذا شعوري توج قاعد تقولين انه في البدايه دشيتي ما كان يايز لك مستغربه وضعيات مختلفه بالضبط هذا اللي صار معاي ووقفت انا صار دش وضعيه الزرافه والله العظيم مصطلحات غريبه شنو ودش وكلهم عادي كان الوضع بس انا اللي قاعد تلفت حسيت ان شيء الوضع مستغربين طالع انه عادي والناس طبيعي بالنسبه لهم بس ان هذا الوضع بالنسبه لي كان غريب فما قدرت أتأقلم معها. شون أنت قدرت إن قاعد تقولي في البداية عبالي بس أنا اللي حاشني هذا الشعور واستنكرت بس قاعد أشوف إن لا حتى أنت للحين متمرسة فيه حاشك هذا الشعور شون تغلبت عليه وقدرتي تكملين في هذه وتعودين عليها. أحس لأني عرفت ليش أنا ما كان عاجبني. أنا ما أول شيء ما كنت فاهمة, ثاني شيء وايد كان شكلي هامني وكان والحركات ضحك فكنت أقول أما أنا شون شكلي الحين وأنا مسوي هذه الحركة, فكان في جاجمنت على نفسي يعني. بلس إن لما وايد حركات أغلب الحركات ما قدرت أسويها وكانوا صدق صعبين يعني كنت أقول لا ما تنفع لي which is أسهل شيء تقوله لما جرب شيء وما تقدر تسوي إنك you quit ما يعني لا أبي أفهم وشكلي مهم اي انا رحت ورا اخر شيء ما بيهم يشوفوني شكلي وايد مهم انه لا وما بحي طالعني ما بقعد ورا بالضبط ويعني كذي ومو مريح يعني هذا يمكن اكثر شيء مو مريح عشان كذي الحين ترى اغلب الناس اللي توهم جايين يبلشون يوغا ياخذون بي تي 1 تو 1 سيشن اول شيء بعدين يروحون جروب كلاس حلو علشان يستوعبون بس الدايناميك مال الكلاس انا وين مشكلتي انا سويت يوغا اكثر من مره بس ما سمعت عن وضعيه الزرافه هذه شنو هذه ما ادري صحتي في اشياء هو الوضعيات المسميات تكون على شكل البوز ومن وين يعني مستوحينا نفس في مثلا بالانسينج بوز تري بوز يس اللي هو شو يسمونه بالعاد تري شيره وفي كات ما شنو يعني شي شغلات غريبه يعني انا قاعد طالع مصدقكم يعني كان وضع مصدقكم اللي قاعد يضرب حالي يعني انا داش مكان وليش كلهم وضعهم طبيعي بس انا اللي فيني ضحكه فما قدرت والله ما قلت حق احد صخ اتمنى اني ما اشوفها بس انه بعدين ما كملت انا ودي شهد بس يعني عشان نتفادى الاحراجات والضحك تقول لنا احنا تو برايفت كلاس بس احنا بس نغمض الصباح بس اكثر كلاس اصلا راح يكون في ضحك انا توني بقول يعني اكثر كلاس راح يكون نتكرفس من اول شيء بالضبط شهد هل اليوغا يكون لها وقت معين يعني بعض المرات يقول والله المديتيشن حالاتها اول 5 مينيت الصبح وفي ناس يقول اول سوا قبل لا تنام اليوغا هل لها وقت معين عشان فعلا تشوفين نتيجتها تفضلين تكون صبح نص اليوم اخر اليوم بنهايتها ولا ما صراحة ما يفرق بس أغلب الناس يحبون يسوونه early in the morning الصبح مبكر خاصة اللي يكون flow يعني مو الstretches اللي يصير فيها شوية intensity عشان بس إنه increases the energy بالجسم إنه يصير عندك طاقة تكملين اليوم حلو هذه الفكرة منها بس ما لها وقت يعني معين عادي تقدرين تسوينها الظهر تقدرين تسوينها العصر حتى في حركات باليوغا تسوينها قبل تنامين عشان تقدرين تنامين يب مر عليك هذه طبعا مر علي هذه لعبتي عقب النادي دائما يقول اليوم راح تنامون نومة الطفل الصغير وكله اضحك اخر شيء فعلا يصير هذا الموضوع
لها علاقه بالطاقه الايجابيه صدق؟ يعني اليوم الواحد يسوي يوغا فعلا انه حياته تصير شيء يحس بسعاده وفرح وايجابي، ولا بس احنا قاعد نربط اي شيء شماعه باليوغا؟ honestly speaking انا مو مع التوكسيك بوزيتيفيتي وايد، عشان يعني اكون واقعيه يعني ما اقدر اقول الايجابيه الزايده، الايجابيه السامه المفرطه. انا يوغا انستركتور فبترفلايز حواليني طول الوقت لا اتس نوت لايك ذات، بس انه هو لما تخليه روتين بيور لايف يعني يصير لايف ستايل، فاي شيء رياضه اي شيء بريذنج اي شيء اكلك تعدله اي شيء طبيعي انه راح يعدل الكواليتي مال حياتك، كواليتي اوف طبيعي هذا 100%. انزين اليوغا في وايد ناس شهد ترى ياخذونها الندلع أيه. انه والله اليوم انا لان شي بدلع نفسي فانا وين والله بروح كلاس يوغا، بس ما يدرون انه ممكن تكون اذا شخص مثلا يعاني مثلا ما ادري الام بالعظام عنده ارق اكتئاب مشغول whatever يعني شنو الاسباب، ممكن تكون كعلاج يعني مو علاج يعني، بس هم ممكن تكون شيء كانه علاج مريح تساهم في أيه. هذا الحل وين ممكن نوظف اليوغا بحيث انه فعلا الاشخاص معينه اذا كانت تعاني من هالشغلات او هالاعراض اليوغا ممكن تفيدهم. كل اللي قلتي وراح يعني I will specify أشياء معينة. الناس اللي يعانون من خشونة في المفاصل، اللي يعانون من ديسك، اللي عندهم آلام في الظهر، آلام في الرقبة، اللي يعانون من مثلا اللي تعرضون حق إصابات بالرياضة مثل إصابات في العضلات، يعني خاصة الشباب لأنه ما يسوون stretches يشيلون أوزان ويتمرنون خيي تدري الوزن خيي لازم ايه وكراس فت، بعدين قولي لا روح سوي يوغا يقول لك لا اليوغا حق البنات حق البنات ولا وايد فامنن ولا وايد جيرلي يعني هم أكثر ناس they need it أساسا. الناس اللي يعانون من الأرق، انسومنيا ما ينامون عدل، depression حدة يعني عن تجربة وشفت أنا هم صديقاتي والناس اللي حواليني panic attacks anxiety كلها هذه أشياء وايد it helps اليوغا it helps، بس ما أقدر أقول لك لا تروحون حق دكتور طبعًا I'm not with that. في ناس يقول لك لا يعني اليوغا كافي، أنا I don't see it that way. أنا أحس إن هي complementary هي مكملة حق ال زين انت قاعد تقول ات هيلبس يعني تساعد على بعض الاشياء، بس انه انواع قلتي في انواع اليوغا وكل واحده لها سبب ما يخالف. انا الحين واحد لنفرض ان انا واحد مو مقتنع باليوغا، شنو الاسباب اللي تخليني ما يخالف؟ قلت الدبريشن وهذه تساعد، بس انه لا ابي سبب عشان كذي لازم تمارس اليوغا. انا شخص مو انه ابي شيء يساعد، لا ابي تقنعيني في هذا الموضوع هو يساعد بشكل اساسي يساعد بشكل أساسي. وما أقول لك كلام يعني خليك من كل الكلام اللي موجود في الإنترنت وبالإنستغرام وبالسوشيال ميديا وبكل مكان، عن تجربة عن تجربة أنا شفت نتيجته فيزيكلي منتلي أند إيموشن اللي علي. أنا كنت وايد انفعالية من قبل، صرت وايد أهدى، قلت لك الفلكسبيليتي مالتي وايد زادت مع الممارسة، المنتل هيلث مالي صار وايد أحسن. وتو بي أونست أنا عندي المنتل هيلث أساس الأشياء الثانية يعني إذا أنا إنديد يعني أنا إذا طلعت من الكلاس أو بعد مثلا خلينا نقول مو من الكلاس خلينا نقول أنا مارست خليت كورس لمدة شهر مثلا وبهالشهر هذا لقيت نفسي صرت هادية، هل هذا مثلا not enough؟ أنا بالنسبة لي هذا أهم شيء أهم شيء، لأن أنت لما تهدى ولما مشاعرك تكون طيبة طول الوقت وتكون يعني قادر تفهم نفسك خلاص الكوميتمنت مال الفيزيكال والأشياء الثانية يصير وايد سهل طبعًا. خلاص أنا you will put yourself first يعني. في شغلة هم هبة جديدة غير اليوغا في هابين فيها اللي مثل الكبسولة اللي فيها ماي وملح وما أدري شنو ساعة كاملة أنت بس شيء تطبح فيها، هل هذا شيء له علاقة باليوغا ولا شيء مختلف؟ لا هذا ما له علاقة. بس نفسي دش تأمل. هو تأمل إيه. ساعة كاملة ما يقولك ترتبط مشاعرك الداخلية بالله هذه شنو هم في شغلة شيء باليوغا لازم توصل في هذه المرحلة إنه تفهم نفسك مثل ما قلتي وتفكيرك الخارجي والداخلي يقولون حكي وايد غريب شيء تحس انه انا حبيت السالفه هذه شكلي راح اغرق من اول شيء اذا جربت والله موجود جرب والله اعتقد الهدف من اليوغا صلحي لنا يعني شهد انه لما انت توصل حق انه شلون افكارك ونفسيتك يكونون كلهم مو على خط مستقيم بس كانهم صاروا على فريكونسي واحد
يعني مو ان مخي قاعد يشتغل بشيء وايد وانا مشاعري شيء ثاني واقول حق الناس اني زينه بس انا مو زينه. فهو وايد يسوي يخلق البالانس عندنا. فاليوم احنا قاعد نتكلم عن حتى عشان انا اوصل لهذه المرحله اكيد في قبلها وايد ستابس، في وايد طقوس لازم اسويها عشان لما اي كلاس اليوغا انا على الاقل اخذ نتيجه. في ناس يعني يمكن قبلها متهاوشه بعدين تيجي تقول يلا الحين انا ابي اوصل حق، وهي توها متهاوشه. فشنو ممكن تقولي لنا الطقوس او الاشياء اللي مفروض اني انا اسويها قبل لا ادش كلاس اليوغا؟ انا احس ان اذا انت متنشنه هو هنا تعالي اليوم. يعني المثال اللي قلتي كان وايد صح، انا احس كذي، انا احس كذي. يعني مو لازم تهدين عشان تين تسوين يوغا، انت تين أوكي. عشان توصلين حق هذا الستيت ان تطلعين ريلاكس. وفي شغله عن ال قلتي شيء عن الأفكار أي إن لما يكون كذي أفكاري مع مشاعري شلون إنهم كلهم على الأقل يوصلون بالانس، يصير بينهم كأنه ضبطت القناتين على تردد بزر. واحد هذا شيء وايد يصير فيه مس أندرستاندينج فيه، لأن يعني الناس دخلوا بأشياء وايد. لكن ليش اليوغا تسوي هذا الشيء اللي أنتي قلتي؟ لأن هي includes movement, breathing and meditation. أوكي، فهذيلا ثلاثة أشياء أنتي تسوينها بالكلاس، هذا أول شيء. الشيء الرابع إن أنت وأنتي واقفة على اليوغا مات، لأن نفس ما قال طلوب إن في حركات معينة تسوينها warriors ما warriors، فطول ما أنتي قاعدة تسوين الحركات هذه أنتي مخك في البادي alignment، فمخك أصلاً ما عندك وقت تفكرين إيش بيصير ولا شنو صار ولا شيء تحاتينه، أنت you are in the moment. فهذا يحطك في meditative state automatically، مو لازم تقدرين تغمضين وتتنفسين وتحطين شموع. نايس عرفتي؟ اي it's a movement meditation. It's another form of meditation. أهم سؤال أهم سؤال، وأتمنى يا عبد الله قاعد تسمع السؤال، يا عبد الله يا عبد الله يا أبو القاسم تسمع السؤال، لأن أبي أعرف الحين اليوغا أساس إن أنا أقدر أقول إن أنا استفدت. في لها مدة معينة؟ يعني اليوم اليوغا هل ممكن لازم ساعة أو مدة معينة وقت معين، ولا ما له علاقة الوقت؟ ممكن 2 movements 3 movements it's fine، ولا لازم هالوقت المعين عساس أقول والله اليوم أنا لا اليوم قدرت أسوي a yoga session؟ فلازم تنورينا، لأن أنا اللي قاعد يصير معاه بالنادي كم ساعة قاعد يسوي؟ 45 دقيقة كل حركة. إيه صدق يعني إيه هذا الأفرج؟ لا لأن لما تسافر برا راح تلقى كلاسات ساعة ونص ساعتين. ساعتين؟ عبد الرحمن كنسل طلب كنسل ها؟ كنسل 45 دقيقة وش اسمه هم ساعتين الحين؟ يعني أنا العادة الكلاسات اللي أنا أعطيها ساعة. ساعة؟ ساعة إيه، ساعة يدوب أصلاً بعد. يعني تخيل لما تسوي يين يوغا، يين يوغا كل بوز نقعد فيه 3 دقائق، فيعني هذا أقل شيء 3 دقائق. بعد ذا اللي بالكلاس أدفانس يعني أقعدهم هم ممكن أكثر، يعني depends. يعني فأنت تبي تعطيهم as much poses as possible عشان جسمهم يستفيد، فيدوب بالخمسين دقيقة تكفي. يعني شاهد 3 دقائق warrior really لي فوق بالهواء إيدي لي جدام، شو 3 دقائق؟ خلقك شيء أنت هذه اللي قاعد تتكلم عنها، هذه active pose. هذا يسوونه بالفينياسا بالهاتف في الأنواع الأكتيف. اليين يوغا باسيف، فاليين يوغا أغلب الحركات تسويها قاعدين. إيه أنا عبد الله أبي يين يوغا لو سمحت، أبي أنا قاعد إيه قاعد. بس صدقني مو سهل، لو لانج يعني 3 دقائق مثلاً. أحسن من أحسن من البرج. أي أحسن من البرج. وايد. بس يعني سؤال طلوب منطقي يشاهد عند وايد ناس، يعني تقول زين انا اول مره بجرب يوغا على طول بتقعدوني بساعه، يعني ما في مثلا، وقاعد نشوفهم ترى باليوتيوب مثلا في يوغا مدتها 5 دقائق 3 دقائق ربع ساعه ماكس، وفي مثل ما قلتي ساعه وساعه ونص. فهل انت عندك اللي بي بالكلاس سواء كان بيجنرز ولا ادفانس كلهم يكونوا بكلاس واحد، ولا قاعد تقسمينهم وعلى حسب؟ شوفي في انواع beginners طبعا advanced يقدرون يسوون كل شيء طبعا. ال beginners لهم كلاسات معينة إنزين، والحلو فيها إن أنت لما تين تدشين الكلاس مثلا خلينا نقول أنا beginner وأنت advanced مثلا أوكي اسمع منك إن شاء الله تقدرين. أنا عشان نقدر نسوي نفس الحركة بس في adjustment يصير حق كل level. فأنا ممكن أستخدم blocks، أنا ممكن أستخدم straps، أنا ممكن أستخدم equipment اللي عندي، ان انا مثلا كبيجنر اقدر اسوي الحركه حالي حال، اخذ الفائده من الحركه حالي حال الادفانس. بس طبعا احنا يعني هذا يعني يودينا حق موضوع ثاني، ان الاغلب البنات يقارنون نفسهم باللي يمهم، فشلون الانستراكتور تقدر تسوي الحركه انا بعد؟ فهذا it causes injury. فلازم يعني في thin line بين انك انت you push yourself to the limit اللي you might cause yourself يعني an injury،
او انه يعني لا تكونين فاهمه جسمك ان انت صج مو قادره تسوين الحركه، فخل استخدم اشياء تساعدني، مثلا ارفع ايدي فوق، مثلا استخدم الستراب، استخدم الاكوبمنت اللي موجوده. طبعا اكوبمنت بسيطه يعني، بس ما تتخيلين ايش كثر تريح يعني، بدال لا توقفين والماسل تبدي تشيكس ايه ترجف والله ترجف ايه ترجف ايه انه لا والله انا مرتاحه قاعده، وهم قاعده احس في يعني مو انه ما قاعد احس بشيء، ان العضله قاعد تحرك، قاعد احس، قاعد تتفاعل معي. بالضبط تمام. شاهد احنا بالاستديو اقتنعنا صراحه. أيوة اليوم وانت قاعد تسولفين صراحه حسيت انه لو كان ما طاقه طالعه بطني ما اقتنعت والله ما تحكيت انا كله. لا بس نظرتك فيها بدي لانجوج والفايبس مالتك كلها تقول لا ما راح اسوي زرافه مره ثانيه. بروح اسجل باليوغا ديتي عرفت شو انت كسبتينا انا وطلوب. اتوقع الحين مع الجو الحلو اليوغا قاعد تصير اوت دورز، فهل انتم هذه الاشياء هم تساعدكم وتحسين انها قاعد تفيدكم وتساعدكم حتى عشان الاستفادة القصوى مع المتدربين أو المشاركين، إنه ممكن تغيرين لهم الأماكن، مرة مثلا على البحر، مرة مثلا بحديقة، مرة يمكن بكلاس برايفت، فشون تختارين الأماكن بيست أون مثلا شنو اليوم اليوغا الدرس أو الكلاس، ولا لا أنت والله اليوم مزاجي أحس أني بسويها مثلا على البحر أو اليوم عادي بكلاس؟ هذا الشيء يتحدد من الاستوديو نفسه. بس الأوتدور أكتيفيتي اللي الحلو فيها إنه المكان بروحه يساعد. يعني انت ما تسوين افورت وايد، يعني قولي بالكلاس لا لازم اتكلم واشرح وهذا، على البحر صوت الماي والجراوندينج فيه الماي الجراوندينج ابي الجراوندينج الجراوندينج اللي تحسين فيه وانت على البحر يعني وايد كافي. كافي يعني حتى مو لازم اسوي كلاس انه وايد صعب عشان يحسون انهم انجزوا شيء. ساعات فيري سمول موفمنت، اشياء بسيطه اسويها بس الاكسبيرينس مالت المكان هي يعني كفي وتوفي. والله كفي وتوفي. شاهد لو كلمة بتقولين حق الناس اللي قاعد يسمعونا اليوم اللي ودهم يبتدون يسوون يوغا، اللي ما سووا يوغا واللي كانوا يسوون يوغا وحسوا انه واو عرفنا معلومات وايد احنا ما كنا منتبهين لها، شنو ودك تقولين لهم؟ يقرون قبل لا يروحون، يقرون الديسكريبشن مال كل كلاس قبل لا يروحون، يشوفون الفرق بين كل نوع ونوع عشان لا ينصدمون لما يدشون الكلاس وبعدين يكرهون اليوغا. ما يصير يعني انا اقط نفسي في كلاس وما اقرا الديسكريبشن ولا اعرف في زرافه ما نبي زرافه كلاس ما بدون زرافه ونادري فيها القطوه ايش فيها هذا كان الوضع زرافه والله كان الوضع وايد غريب ما تدري شو يا اخي جراند ديسكريبشن لازم زين هذه شغله. وشغله ثانيه يعطون نفسهم يعني لازم يصبرون على نفسهم شويه، يصبرون على النوع هذا، يعني نفس انت كنت قاطع نادي وبعدين فجاه تبي تروح مره ثانيه، دائما الشيء اول ما تسويه ثقيل، فانك تعطينا وقت او انك تعطيه وقت على الاقل شهر حلو هني بعدين جج البراكتس نفسها، بس لا تروح مره بالاسبوع وتقول زرافه ووات ايفر اشكرها سي عبد الرحمن سي عبد الرحمن ما يصير يعني اتس انفير اتس انفير حق البراكتس نفسها، لان هو فائدتها صدق يعني وايد وايد حلوه، وبس تتطلب التزام التزام وإصرار وإرادة. وأعتقد بما أن احنا الحين بشهر أكتوبر وهو شهر يعني التوعية بسرطان الثدي، وإيش كثر هو مهم مو بس أن الناس تروح وتفحص وتاخذ العلاج أو تثقف نفسها في الموضوع، هم احنا شلون قاعد نقول حق الناس ونستغل هذا الشهر أنه حاول ان انت تنقل حياتك نقله نوعيه، حاول ان انت تحسن من حياتك في كل جوانبها وكل النواحي، عشان مو بس تقول والله انزل انا جسمي اوكي وقاعد اروح نادي بس احس الحين انا احس نفسي دائما زعلان ولا انا ما فيني طاقه ولا مكتئب، لان عالج الامور الثانيه وينت نجرب يوغا طلوب صار الوقت اللي انا احنا خسرنا اللي هني. لا والله شجعتوني بسجل بعيد حساباتي طب. اوكي خلاص ياي شهر اول واحد قدام ما راح اروح في حركه اسمها القرفصاء مرة عليك هذه اقوى من الزرافه والقرفصاء كلش ما ابي ترجمه واحد الشباب هذا هو يعني ده هو راح سوي يوغا راح احس بالانجاز اليوم خلاص انت ماي جولز راح راح ابلغك والله اذا سويتها راح يلا هذا تحدي جديد حق شهد. شهد المؤمن مدربة يوغا ثانك يو سو ماتش على ودك معنا في هذا الصباح، يعني شنو في احلى من كذي؟ كان زين لو احنا قدرنا نسوي له بوسه اخر شيء بس خلاص ثانك يو سو. ما عندك كذي
يعني جرس ولا مثلا حصلت ذي آخر سكن وسنة ما استي thank you شهد so much. أنا مش قاعد أقولكم لأني أنا أقولها بالكلاس بقى أقول thank you so much for coming إن الكلاس خلاص هذه أنتوا لازم تيجون الكلاس. This is our sign definitely إن شاء الله يا شهد. Thank you so much. مشكورين. لما ضيوفنا أي حد يدق علينا يستفي ليش ما سألتوني أي سؤال أنا قاعد أنطر أسأل السؤال فيعني شهد قلنا لها thank you so much نقول ما سألتوني السؤال اليوم بشارك من حقك تشاركين اوكي سو انت من الناس اللي تغير صوت الالارم ولا هو واحد من اول ما شريت التليفون هو واحد من اول ما طلع الايفون هو واحد ايش احد انضم ويانا بالجروب مع انه والله شكلها ما يلوق شكلها شيء صد صوت عصافير وطن وكذي اشياء بعد يوغا صح ما حقيت كذي نفسكم منطقي تصدقين او يعني هذا المنطق اللي انا قاعد افكر فيه صح بس الجهاز ما يتغير الالارم أحس إذا حطيت صوت شيء ثاني راح أكمل نومتي ما راح أستوعب إنه لازم أقوم أوكي يعني شاهد من الناس اللي حسب لها الألارم ويدش بالحلم وتكمل إن هذه الموسيقى أوكي شاهد أهم يحق لك إنك تختارين أغنية بما إنش في مارينا فأم شنو دش تسمعين أبي أسمع خلي بكرة لبكرة شوف الله شوف يعني إحنا ديمقراطيين الله